عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. ما يغركوش الدخله الجامده دي، لان احنا دلوقتي هيبقى فيه هوس جامد، هيبقى فيه محتوى جديد، هيبقى فيه حاجات مستفزه. حاجه كده ريلاكس وهدوء. هم لسه مش شافوش حاجه. بص يا جماعه، الفيديو بتاع النهارده احنا جبنا لكم حاجات من على التيك توك مستفزه، حاجات كده يعني تخليك كده بص عايز تضرب. لو انت شخص ما عندكش صبر زينا ما تكملش الفيديو للاخر، او كمله هيعجبك وهيستفزك. بس احنا عايزين تقييمكم لادائنا علشان نعرف نكمل ولا ما نكملش، واحنا هنجرب لكم كذا حاجه الفتره الجايه عشان انتوا تقولوا لنا نكمل ولا ما نكملش. فانتوا هتقيموا الفيديو ده من 10، ويلا بينا نبدا في الفكره بتاع الفيديو النهارده. دلوقتي يا جماعة احنا هنحط لكم الفيديوهات اللي احنا هنتفرج عليها هنا، الفيديوهات الجميلة، وهنجرب بعض الحاجات، وبعض الحاجات هندي عليها الرياكشن بتاعنا. فهناخد اول فيديو معنا. انا بقول مش فاهمة، انا اصلا مش فاهمة. هو اعتقد المفروض لما يديها كده ما تتقفلش، بس هي المفروض تتقفل يعني، فاهم؟ فيك ولا بجد؟ انا بقول فيك. انا بقول فيك برضه. طيب تعالوا بس ثانيه، انت بتقولي فيك على انهي؟ انا بقول فيك يعني المفروض اول ما اعمل كده النار تتقفل. طب تعالي نجربها. ماشي، انت هتقولي هتقفل ومش هتقفل. انا اقول ان هي مش هتقفل. ماشي يلا هنجيب الشمعة. طيب يا جماعه يلا بينا نجرب بقى التجربه. بسم الله. انت مش عارفه تولعيها اصلا. يلا بسم الله. انا عندي احساس انك هتطيري الكوبايه. انا اصلا عايزاكي تركزي على ايدي جوه، يعني يعتبر في النار. بقول لك ايه، قلت لك فيك، انا عارفه رد الفعل. تعالي امسكي كده. ماشي، انا بقول لك اصلا يعني الطريقه سهله قوي. تعالي ورينا ورينا يا عبير. اوه. نفتح بقى الفيديو اللي بعده. فينو يعني اللبن جوه العربية عشان اغمسه في البسكوت، يعني انتوا متخيلين؟ استفزاز. لا احنا ممكن نجيب الحل. محتاجين حد يعلمنا نفتح البسكوت ازاي. هنشوف الفيديو التالت. سناني سناني اشعري. عندنا الحل. بصوا بقى ده الفيديو الرابع. هي بتعمل ايه؟ انا عايزه اقول لك ان الصوت ده يعني قلب ده علي معدتي. بتهزي الفرجه؟ انت مجنونه؟ انت عبيطه؟ المفروض يعني قمه الاستفزاز. عايزين تستفزوا؟ عارفين اللي هو كانك مثلا عايزه تكسر موبايلي. يا ذنبه. تعالوا نشوف التجربه الخامسه. الخامسه تعالوا نشوف التجربه الخامسه. تعالوا نجرب احنا. انا بقول ممكن تبقى حقيقه شعر. هنجرب. انا حاسه اني فيك صراحه. هنجرب. هاتي بقى طبق الميه، احنا مجهزين طبق الميه اهو. معانا معلقه والقلم. هرسم السمكه طبعا. هبهك. تعرفي ترسمي سمكه؟ طبعا. الناحيه الثانيه ذكيه. لا هو كان عاملها على الضهر. لا كان عاملها في الوش عشان كده يبقى معلقتهم غير. معلش كوريين.
هنعمل دايره كده ونعمل كده. ليه علامه المره دي هي كده؟ ثانيه واحده، هو بس القلم مش عارفه ماله. اهي دي السمكه، مش عارفه انتوا ليه مش شايفين كويس. ما علينا، معموله هنشوف دلوقتي. بسم الله. حاسه فيك مفيش اي بتنجان. هو يعني انا عايزه اقول لكم المعلقه لازم فيها اصلا يعني بيتنافع، فاهمين؟ طب استني ممكن اجرب على ظهرها، مش عارفه ليه حاسه ممكن ظهرها تيجي. ارسمي اكس. طيب انت عايزه تطلعي سمكه يعني؟ اه عشان البتاع مهم يعني. رسمت كده. فاشل 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 يا بتوع التيك توك، يا فشله يا كدابلي ام الكذب كله. دلوقتي يا جماعه هنشغل الفيديو السادس او السابع، مش فاكره. تعالوا تعالوا. ده ايه الهبل ده؟ ايه التخلف كل ده, يعني. ده علشان فشار يعني. ثانيه واحده، ثانيه واحده بس. طيب يا جماعه نظرا للاستفزاز ان احنا مش قادرين والله بنصور واحنا ملناش نفس اصلا نصور، حاجه مستفزه قوي بجد. بس يعني لو انتوا حبيتوا المحتوى ده احنا عندكم بارت 2 بالظبط، وحاجات تبقى اكتر 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 استفزاز، اكتر استفزاز. احنا لسه بن على الهادي، وهسيب لكم كمان الرابط بتاع التيك توك عشان تعملوا منشن للفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها او تبعتوها لنا على الانستجرام او ايا يكن. احنا هنشوف المسجات بتاعتكم وهنرد على كله، وهناخد الفيديوهات اللي انتوا بعتوها لنا. كمان هيبقى في بارت 2. فهيبقى في بارت 2 بس هتبقى هاكس للميك اب، فهتبقى حاجات مفيده وفي نفس الوقت في حاجات مستفزه هنشوفها اللي هو بعزقه وخلاص. فهتلاقوا الفيديو ده عند مريم، هيبقى فيه هاكس حلو قوي في الميك اب، فهيبقى يعني نازل في نفس الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده، فادخلوا اتفرجوا عليه. وكمان عاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان نعرف بالظبط، عشان نعرف كمان نكمل السلسله دي ولا لا. كام لايك مثلا؟ بصوا انا بقول انا هسيب مريم هي تقول 8000. 8000 مش كتير يعني. 6000 ماشي. 6 6000 6000 لو وصل ل 6000 لايك استنوا بقى فيديوهات عاليه جامده قوي بجد. ماشي كده بقى الفيديو بتاع النهارده خلص، استنونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بكره. يلا باي.